يقودوا منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يوم غد مباراة حاسمة أمام أصحاب الأرض منتخب البحرين الأولمبي في اختتام مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الإحدى عشرة لتنضم إلى منتخب أوزبكستان مضيف البطولة. مباراتنا القادمة أمام البحرين مباراة جدا مهمة، طموحنا هو المركز الأول والتأهل إلى النهائيات. المباراة الأولى أمام المالديف صراحة يعني كنا طموحين لزيادة عدد الأهداف، لأنه نعرف أنه راح يكون تنافس بيننا وبين البحرين، خاصة بعد انسحاب أفغانستان ما أربك المجموعة. ثقة عالية عند اللاعبين، التدريبات مستمرة، تطبيق الواجبات من قبل اللاعبين، شيء يطلب من عندهم الجهاز التدريبي أصور أنه دي يطبقوه، حراس المرمى جاهزيتهم عالية، وطموحنا هو أنه التأهل إلى نهائيات آسيا وحصولنا على المركز الأول بالمباراة القادمة إن شاء الله. بالبداية هدفنا بطاقة التأهل للنهائيات. الفريق البحريني فريق كبير، المدرب خاض تجربة معهم وانطانا الصورة عن الفريق. احنا كلاعبين جاهزين ان شاء الله للمباراة ونطمح بطاقة التأهل. نتمنى التوفيق ان شاء الله في الايام القادمة مع المنتخب. اليوم منتخبنا يعاود تدريباته بعد مباراة المالديف، البارحة كان عندنا راحة من قبل الملاك التدريبي، وإن شاء الله الفريق بيتهم الجاهزية واستعداد عالي لمباراة البحرين، وإن شاء الله 3 نقاط حتى نضمن التأهل إلى الكأس آسيا على أول مجموعتنا الثالثة إن شاء الله.